تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمني، ففي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 7075 قضية تموينية متنوعة، وتم ضبط 1181 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بمضبوطات بلغت 8315 أرجيلة، إضافة إلى غلق 4428 محلاً مخالفاً لقرار مواعيد الغلق. كما تم ضبط عدد 94395 شخصاً لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية. وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 8486 قضية تمونية متنوعة، من بينها 133 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء، وضبط 20 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 345,944 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 8333 قضية تمونية بمضبوطات وزنت أكثر من 1270.5 طن سلع غذائية. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 245,163 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 43,251 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق، تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 6455 من قائد مركبات، تبين إيجابية عدد 469 سائقا منهم. كما تم المرور على 1203 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 866 من سائقي حافلات المدارس، تبين إيجابية 13 سائقا منهم. كما تم فحص 756 حافلة مدارس، تبين مخالفة 168 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 2216 قضية ومخالفة في مجالات حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 82,367 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 60,282,107 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 287 قضية بمضبوطات بلغت 45,867 كتاباً وأغلفة وملازم تعليمية، وعدد 101 جهاز مختلف في مجالات البث الفضائي والبرمجيات والمصنفات السمعية والبصرية. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1462 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة بقيمة مالية بلغت أكثر من 2,116,603,000 جنيه مصري، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.